كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والبنك الأوروبي للتنمية بشأن مشروعات صرف صحي بالفيوم، وتقترب قيمة الاتفاقية من 9 مليارات و500 مليون جنيه، سيتم توجيهها إلى حل مشكلة الصرف الصحي بالمحافظة. الاتفاقية في مجملها قيمتها 456 مليون يورو، تم توقيع الجزء الأول منها العام الماضي مع بنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والنهاردة بنوقع الجزء الثاني مع بنك الاستثمار الأوروبي، وفي جزء منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 37.5 مليون يورو. الإجمالي كله 456 مليون يورو، يعني يقترب من 9.5 مليار جنيه. المشروع هيحل مشكلة الصرف الصحي في جزء كبير من محافظة الفيوم، أكثر 119 قرية بيصبوا على بحيرة قارون، وبالتالي الاتفاقية مش هتساهم بس في حل مشكلة أساسية ومطلب أساسي للمواطنين بتوصيل الصرف الصحي، إلا أنها كمان هتحل مشكلة تلوث بحيرة قارون